أهلا بكم. وكان وعدهم صادق فأحرقوا الكيان الغاصب. في التقاليد العشائرية لا يدفن مغدور ولا يرفع عزاء إلا بأخذ الحق. أما في أعراف المقاومة فالثأر يحضر قبل التشيع. قولوا عنها مسرحية أو إحدى القصص الخرافية، قولوا أنها اتفاقية وجربوا استنساخ التجربة. ولا نتكلم هنا عن بلدان محور المقاومة، فهل وصلت الرسالة؟ ولكننا لا نعتب عليكم، بل نشكركم لعدم اعتراضكم كالعادة الصواريخ الإيرانية التي مرت فوق سمائكم، أو عفواً فوق إمكاناتكم، فلا نبحث عن الضمير فيكم. واسمحوا لنا أن ننقل لكم تجارب الرجال، فمن فقد سليماني صدق بالوعد مرتين، ومن خسر نصر الله وقف بوجه الاجتياح وأربك حسابات الميدان، ومن غاب عنه هنية لم يتزحزح لثانية. أما أنصار الله ففي اليمن سيد لا يخشى الأعداء، وضرباته توجع كأنها بطعم المقاومة العراقية التي تدك المعاقل الصهيونية. أما القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوية والدعم الأمريكي والحماية الخليجية، فكلها انهارت أمام القوة الحيدرية، ويقينا بدأ نصر الله. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام، نفتتح حلقتنا وإياكم لهذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن عملية الوعد الصادق الثانية وأبرز عمليات المقاومة الإسلامية لاستهداف الكيان الغاشم خلال الساعات الماضية. نتابع. لقد بدأ الرد الثاني المنتظر، هكذا أمطرت الجمهورية الإسلامية بوابل من الصواريخ البالستية إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ استهدفت مواقع مهمة وحساسة تابعة للكيان الصهيوني، ردا على استهداف الشهيد السيد حسن نصر الله، حيث قوبل هذا الرد بترحيب كبير من المجتمع العراقي. كانت هذه الضربة التي أثلجت صدور المؤمنين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها، وأثلجت أيضاً صدور كل الشرفاء في العالم عندما قام بضرب الصواريخ على مكامن العدو الإسرائيلي ومن خلال قصف المطارات الحربية والعسكرية. وهذا دليل واضح على أن الجمهورية الإسلامية استهدفت أولئك الجنات وضربت أولئك الجنات الذين اقترفوا هذه الجريمة. نبارك الأمة الإسلامية جمعاء بضربة أمس، ونقول للإمام علي خامنئي: قل كما قال أبو الفضل العباس، أرادوا حرباً فلتكن ونحن جنودك.
مساندة للرد الإيراني، المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية هجومية بإطلاق النار والطعن في مدينة يافا المحتلة، حيث قتل 8 من الصهاينة بهجوم فدائي تبنته كتائب القسام. وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان صلية صاروخية من نوع فادي 4 على وحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب، أصابت أهدافها بصورة دقيقة. أعتقد كانت الرد رد موفق جدا وأصابات دقيقة في تل أبيب وفي معظم المناطق، وهناك عدة مطارات خرجت عن الخدمة، وحتى القاعدة التي استهدفت حزب الله واستهدفت لبنان خرجت عن الخدمة، وهذه المصادر معظم المصادر تشير إلى هذا ووصلتنا هذه المعلومات. كذلك اليوم هناك ضربات موفقة من الجانب اليمني وضربات موفقة عندما تقدم الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان، كانت هناك رد كبير من حزب الله يكبدهم خسائر كبيرة. في الحصيلة، نجحت الجمهورية الإسلامية باستهداف مواقع استراتيجية في العمق الإسرائيلي وحققت أهدافها دون أن يستطيع الكيان الصهيوني فعل أي شيء سوى التسابق نحو الملاجئ للاختباء من الضربات الإيرانية الموجعة. من بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن عمليات الوعد الصادق الثانية وأبرز هجمات وردود فصائل المقاومة على الكيان الغاشم خلال الساعات الماضية. نناقش بهذا المحور المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء من بغداد، الشيخ كاظم الفرطوسي. سماحة الشيخ، مرحبا بحضرتك. وأيضا من لندن الباحث في الشأن الإقليمي والدولي الأستاذ محمد علي. أستاذ نجاح، مرحبا بحضرتك. مرحبتين، أهلا بك. أهلا بجنابك. ومن بيروت الباحث في الشأن السياسي وشقيق الشهيد القائد محمد حسين سرور الأستاذ نبيل سرور. أرحب بك وأقدم لك أسماء آيات العزاء، وعظم الله لكم الأجر باستشهاد القائد المجاهد حسين سرور. أجركم الله جميعا، حياتي لك ولذلك الكرام. أهلا بجنابك. بداية، إذا كان شباب الصوت واضح مع أستاذ نبيل، زين. أبدأ معك أستاذ نجاح. يعني بداية، الكيان الصهيوني أراد فرض استراتيجية الضغط على المدنيين من خلال القتل وتجويع لتحقيق أهدافه، هل تمكن الكيان الصهيوني من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية لك وتحية للضيوف الكرام، الضيفين العزيزين سماحة الشيخ كاظم الفرطوسي والأخ العزيز دبيل. وطبعا أنا أبارك له، لا أعزيه، باستشهاد القائد حسين سرور، وأيضا أبارك باستشهاد القائد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله وباقي الشهداء. في الحقيقة نستطيع أن نقول بأن الكيان الصهيوني ومعه طبعا الكيان الصهيوني معه الغرب والشرق ودول في المنطقة استطاع هكذا أن يفرض معادلة جديدة في المعارك الأخيرة في عمليات الاغتيال تحديدا التي مارسها من خلال سيطرته عبر دعمه من قبل شركات تكنولوجية وتقنية كبرى على أجهزة الاتصالات والهواتف الذكية وكل ما يتعلق بالحرب السايبرية. هو الآن بواسطة هذه الشركات الكبرى التي تقدم له الدعم، وحتى شركات له علاقة في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ميتا بشكل خاص، استطاع أن ينفذ ويكسب ويحصل على الكثير من المعلومات فيما يتعلق بجبهة المقاومة، وعن طريق هذه المعلومات سواء في فلسطين وسواء في خارج فلسطين، نعم، قام بهذه العمليات الجبانة، عمليات الاغتيال الجبانة التي استهدفت الخط الأول مثلا في حزب الله، وبعد ذلك توجه باغتيال الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، لأنه كان يعتقد أن بإمكانه من خلال تغييب
القادة الميدانيين الكبار تحديدا في جبهة الإسناد الكبرى هناك، بعد ذلك يريد أن ينتقل إلى جبهة الإسناد في اليمن في العراق، هكذا قال. والتي نياهو أعلنها صراحة، والكثير من القادة الميدانيين في هذا الكيان الصهيوني قالوها عن طريق هذه المحاولات أو عن طريق هذه العمليات التي يقوم بها، يريد تفكيك جبهة المساندة والإبقاء على غزة لوحدها للانتهاء منها نهائيا، لأن موضوع غزة موضوع قديم وليس بالجديد. حتى قبل طوفان الأقصى كشف النقاب في الصحافة العبرية. هذه الرغبة وهذه المخططات أستاذ نجاح كانت قبل الهجمات الإيرانية، هل لا تزال هذه المخططات مستمرة أم أن الكيان سيغير سياسته واستراتيجيته خلال الحرب؟ لا، أنا أعتقد أستطيع أن أقول يعني هو الكيان الصهيوني كان يريد أولا أن ينجز مشروع في منذ البداية، مشروع إنهاء القضية الفلسطينية عبر توطين الفلسطينيين عن طريق وعبر بعد إبادتهم، يعني بعد إيش قد يقتل، كان من المفروض أن يقتل 300,000 أو هكذا. نعم. وبمليونين يتم تهجيرهم، وهذا قلت لك هذا مخطط منشور ونشرته مجلة بيكوميت بالعبري نقلا عن وزارة الاستخبارات التابعة نعم. للكيان الصهيوني، ونشرت أيضا صحيفة إسرائيل هيوم مخطط وافقت عليه الولايات المتحدة عن طريق الحزبين، يعني مشروع عرض على الكونغرس لتوطين 1,000,000 فلسطيني في مصر و500,000 في تركيا و250 في العراق و250 في اليمن. لكن جبهة الإسناد وتحديدا في اليمن ولبنان وبشكل أخص لبنان أوقفت هذا المشروع، لا أقول أجهضته نهائيا لكنها أوقفته، لهذا هم عمدوا على هذه السياسة، سياسة الاغتيالات، لاعتقادهم أن ذلك من شأنه أن يفت من عضد المقاومة. لكن بفضل الله، ولعلك لاحظت وعذرا على الإطالة، لاحظت في البيان الأول الذي صدر عن حزب الله معلنا نعيه لسماحة الشهيد السيد القائد السيد حسن نصر الله، أن الحزب أكد على قضيتين: القضية الأولى بقاء جبهة الإسناد لغزة، والثانية هو البقاء في موضوع المقاومة في لبنان دفاعا عن لبنان بوجه الاعتداءات نعم. الصهيونية. وهذا يعني أن لبنان، يعني أن حزب الله تحديدا، تمكن بفضل الله بسرعة من أن يتعافى في موضوع منظومة القيادة والاتصالات التي أراد الكيان إنهاءها نهائيا. والحمد لله بعدين لاحظتم، يعني هذا الحكي أنا قلته أقوله على البيان، بعدين لاحظت سماحة نائب الأمين العام أيضا أشار إلى أن منظومة القيادة والاتصالات تم ترميمها، وأعتقد أن الكيان الصهيوني الآن عليه أن يعيد الكثير من خططه، وخصوصا بعد أن جوبها بعملية الوعد الصادق رقم 2 التي أظهرت قدرة إيران. وهذا بالمناسبة هذه يعني هذا الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد مما تملكه الجمهورية الإسلامية، أظهرت إيران شيئا من قدراتها العسكرية الإيذائية. واعترف الكيان، أنا تابعت القنوات نعم. الفضائية التابعة للكيان بالعبري، في البداية في اللحظات الأولى كان يعترف بأنه كنت أشوف بعيني الصواريخ كانت تنهال على مواقع، مو صحراء وما أعرف شنو، لا لا، على مواقع. هم اعترفوا عن طريق خبرائهم الاستراتيجيين بأن هذه المواقع هي عسكرية وأمنية أيضا. نعم جيد. أستاذ نبيل أجدد الترحيب بك، وأسألك يعني بعد فقدنا جميعا للشهيد القائد، أسألك بماذا شعرت بعد الرد الإيراني ليلة أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جددا تحياتي لكم للإخوة والأخوات المشاهدين وللجميع، وتعازينا ومباركتنا بالشهداء جميعا، لا سيما السيد القائد الشهيد. طبعا شعوري وشعور كل الغيارة في أمتنا كان شعورا مليئا بالفخر والاعتزاز، وشعور باستعادة الروح التي بالفعل هيك عشناها بعد الضربات التي تلقتها المقاومة. الشعور كان شعورا بالعزة والافتخار بهذا المد الإسلامي الكبير الذي يتكامل بوحدة المسار والمصير
في الجراحات التي كنا نعيشها جميعاً ولا زلنا نتكامل فيها على درب عطائنا، على درب الوفاء. الجمهورية الإسلامية هي حصن منيع من حصون الإسلام، وأعتقد بأنها بالفعل أصبحت ربما مثالاً وملاذاً بعد أن شكك بها الكثيرون، وكثيرون اصطادوا بالماء العكر. البعض قالوا بأن الجمهورية الإسلامية في إيران، طبعا بعض المشككين الذين لا نكترث لهم، قالوا بأنها باعت حزب الله وبأنها تنصرف فقط إلى مصالحها. نحن بلهجة الواثقين، بلهجة العارفين، نقول بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي الحصن المنيع، وهي امتداد لكل هذا الزخم الروحي والأخلاقي والإنساني، لقيم الإسلام ولقيم التشيع ولقيم أهل البيت عليهم السلام. نحن بالفعل بالأمس عندما سقطت هذه الصواريخ، انهالت على تل أبيب وعلى كل المدن الإسرائيلية، على هذا البيت الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، أدركنا بأن هناك سندا كبيرا يقف إلى جانبنا. أيضا عزز هذا الأمر كما تفضلتم بالمقدمة أستاذ الكريم، من خلال العملية البطولية التي حدثت في يافا، وسقط بنتيجتها ربما عشرات القتلى من المستوطنين في عملية بطولية للفدائيين الفلسطينيين الغيارة. أيضا ترافق هذا الأمر مع ملاحم بطولية في مارون الراس وفي كفركلة وفي العديسة وفي لخيام، نعم، مع العدو الإسرائيلي الذي حاول التسلل وسقط منه عشرات القتلى والجرحى، وهذا بالفعل ما أعطانا العزة، إضافة إلى الصواريخ التي انهالت على المواقع والمعسكرات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة. كل هذا الجو أنبأنا بأن الأمة بألف خير، الأمة بعراقها وبيمنها وبلبنان وبالجمهورية الإسلامية في إيران وبكل هؤلاء الأوفياء لقضية فلسطين، يتكاملون على خط وحدة الأمة ووحدة كما قلت استهدافاتها ووحدة أهدافها، وإن شاء الله نحو النصر الأكيد. جيد، إذا تسمح لي أنتقل إلى جناب الشيخ كاظم الفردوسي. سماحة الشيخ، أرحب بحضرتك وأسألك، الكيان الصهيوني استخدم كل قدراته في الفترة السابقة مع تحمل الخسائر الباهظة في عدة مستويات فقط للقضاء على المقاومة في جغرافيا ضيقة ومحاصرة، هل نجح في هذا الأمر برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين والمشاهدين الأعزاء، ونجدد العزاء للأمة بهذا المصاب الجلل، ونبارك لأمتنا أيضا هذه الانتصارات الكبيرة التي يسطرها أبناء المقاومة في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي إيران. أعتقد أن الكيان الصهيوني كان لديه أهداف، وهذه الأهداف ربما تكون هناك شراكة مع بعض الدول، وأراد أن يفرض معادلة في الحرب. هذه المعادلة هي أن يضرب بقوة ولا يكون هناك رد، ويحاول أن يقضي على إمكانيات حزب الله في لبنان. أعتقد أنه فشل فشلا ذريعا، لم يستطع أن يخلق معادلة. نعم، في استشهاد سماحة السيد كان يظن أنه قد حقق هذه المعادلة وتغلب في ميزان القوى. منذ البارحة واليوم هناك تغيير كامل في موازنة الحرب. الرد الإيراني جاء ليعالج قضايا داخلية وقضايا خارجية، عاد بعض هذه الموازين، ثم جاءت العمليات البطولية التي كنا نراهن عليها منذ بداية القصف الجوي إلى لبنان. كنا نراهن على أن البر سيكون هو الفاصل، وهو سيكون خسارة العدو، وهو بداية الانتصارات إن شاء الله لثقتنا بمقاومتنا وثقتنا بشبابنا بعقيدتهم. هم لا يقاتلون بالسلاح، ثقتهم ليس بسلاحهم فقط، وإنما ثقتهم بعقيدتهم الراسخة، ولا يمكن لهذا الجيش المهزوز أن يهزم هذه العقيدة الكبيرة. نعتقد أن ما أراده العدو هو وضع معادلة جديدة، وهو الاستهداف والقتل والضرب أينما يكون،
واجهته الجماهير اللبنانية وأبناء هذا المذهب البطل والمجاهد والصابر والمتحمل للشدائد ومن معه من ممن يشاركه في الجغرافيا. ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منها النازحون لكنهم صمدوا ويصمدون ولم يظهروا صوتا سلبيا أبدا. واجهتهم المقاومة أن كل هذه الضربات لن تؤثر في قدرة حزب الله. واليوم أيضا نشاهد الأخوة في أمل يدخلون على خط المعركة. المقاومة الإسلامية في لبنان هي لم تتأثر بكل هذه الضربات وهي بأتم الجاهزية، وجاهزيتها بالعكس زادت عندما استشهد سماحة السيد. لم تتوقف عملية إدارة المعركة، لم تتأثر عملية إدارة المعركة، بل زادت هذه الدوافع. وكنا نقول وهم يقولون لبيك يا نصر الله، واليوم نقول يا لثارات نصر الله. فإذا اليوم نحن بأكثر دوافع للقتال، للصمود، للدفاع وللنصر إن شاء الله. فنعتقد أن كل ما رسمه العدو من فرض هذه السياسة الجديدة وفرض القوة والبطش هي ذهبت هباء، لا سيما مع الرد البارحة الذي أعطى ثقة لكل الجماهير سواء كان في دول المحور ومحور المقاومة وحتى خارج محور المقاومة. ولربما هذا الرد سيشجع بعض، نتأمل أن هذا الرد يشجع بعض الشعوب العربية أن تشارك ولو بكلمة أو بتظاهرة أو بتنديد. نعم أستاذ نجاح، الولايات المتحدة وأدواتها الغربية والخليجية تعمل على بث الفتنة المذهبية بكل الطرق اللي يعني تستطيعها. أسألك، ما هي أدواتهم الحالية وهل يمكن إثارة التفرقة المذهبية في الشرق الأوسط بالوقت الحالي؟ في الحقيقة أستطيع أن أقول أن استشهاد سماحة السيد القائد الشهيد السيد حسن نصر الله قدس الله نفسه الزكية، الذي توج قافلة كبيرة من الشهداء القادة الكبار المهمين في حزب الله، يلغي هذه المقولة التي حاولوا أن يروجوا لها باستمرار منذ فترة طويلة، والتي تقول أن إيران ومن تدعمهم من الفصائل هم فقط شيعة، وأن إيران لديها أهداف حتى في دعمها للفصائل السنية هو تشييع هذه الفصائل. وطبعا تعرفون جيدا أن واحدة من المقرات الرئيسة التي تتبنى نشر ليس فقط موضوع الفتنة الطائفية بل عموما التشكيك بمحور المقاومة، التشكيك بالجمهورية الإسلامية، هذا الكلام الذي كانوا يقولونه منذ اليوم الأول، أين إيران؟ أين إيران؟ بعدين إيران باعت حزب الله، إيران باعت السيد حسن نصر الله. لاحظتم أنتم خلال تلك الفترة الماضية الذين كانوا يقولون أين إيران وأين إيران باعت أو تخلت عن حزب الله، هم فقط أولئك الذين يعملون للوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله في عملية يوم 40. لأنك تلاحظ خلال تلك الفترة الماضية كلها منذ يوم عملية الطوفان، طوفان الأقصى، فقط هؤلاء الذين يشككون، دول عربية، منظومة إعلامية كبيرة، وسائل تواصل اجتماعي، فيها أشخاص يتعاونون بشكل مباشر مع الوحدة 8200. هذه الوحدة 8200 تابعة للاستخبارات العسكرية بين مزدوجين الإسرائيلية أمان، وقد نقل حركة المقاومة الفلسطينية كل قاعدة البيانات الخاصة بها عندما نفذت عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، نقلتها إلى خارج البلاد، وتم الكشف عن مخططات هؤلاء وأسمائهم وين يشتغلون، في قنوات فضائية ومؤسسات كبيرة بالعربي بالفارسي طبعا، لأنه إيران مستهدفة أيضا من خلال بعض القنوات الناطقة بالفارسي، وشخصيات يجري من تشويق. من اللي استطاع أن يكشف هذه المعلومات أستاذ نجاح؟ بشيء من التفصيل والتشكيك وحتى التشويه وحتى الإساءة واستخدام كلمات بذيئة، تسقيط هيبة المقاومين، هذا كله طبعا واحدة من أهدافه. من اللي استطاع أن يكشف هذه المعلومات والملفات؟ مو أنا لا مو أنا اللي أقول فشل ذريعا،
انت روح شوف الان حركه تشيع حقيقيه اصبحت، لكن هذه رده فعل على ما يقومون به، لان وجدوا ان الشيعه وتحديدا الشيعه الذين يؤمنون بالنهج المقاوم هم الذين انبروا ولوحدهم للدفاع، طبعا مع القله القليله من الفلسطينيين الذين هم الان يعانون، وطبعا انصار الله وبقيه فصائل المقاومين داخل اليمن، لان اليمن ليسوا فقط الحوثيين وليسوا فقط انصار الله الموجودين في جبهه المقاومه، وهذا يعني انهم فشلوا. وهذه الوحده 8200 التي استهدفها حزب الله، استهدف القاعده المقر الرئيسي، واستهدفتها المقاومه الفلسطينيه يوم 7 اكتوبر، هذه طبعا الى جانب عدد اخر من الوحدات 913 504 وغيرها 9900، كلها اجهزه استخبارات وظيفتها التشكيك في محور المقاومه وبث الخلافات، ومنها بالتاكيد الموضوع الطائفي. نعم جيد. استاذ نبيل، اعود لحضرتك. معيار النصر في الحرب يتجاوز الخسائر البشريه ويعتمد على عده عوامل، شنو ابرز هذه العوامل حسب رايك؟ طبعا النصر يحتاج الى بدايه الى ان يكون هناك هدف واضح، هدف يختزن كل ابعاد القضايا التي يريد المضحي القيام بها. نحن جهه تعتبر بان البعد الديني القيمي الاخلاقي هو الذي يحكم هذه المسيره. عندما يكون الانسان متوكلا على الله فانه كما قال الشهيد عماد مغني الروحية التي تقاتل. عندما يكون هناك ايمان حقيقي، عندما يكون هناك تحديد واقعي للهدف، وعندما تكون البيئة الحاضنة هي جزء من بنية وتطلع أي جهة سياسية، أعتقد بأنه يكون هناك تكامل. أعتقد بأن عناصر النصر اكتملت من خلال وجود قيادة مخلصة صادقة ومسددة وتعرف جيدا أهدافها، إضافة إلى أن عناصر النصر تكون من خلال بيئة وفية صادقة تقدم الكثير. وتفضل ضيفكم الكريم سماحة الشيخ أعتقد وقال بأن النازحين، هذه البيئة الآن الموجودة ربما تحت الأمطار في المدارس، في ربما في بعض المؤسسات خارج بيوتها، بيوتها مدمرة في الجنوب وفي البقاع وفي الضاحية، كلها بالفعل، وأنا كنت يعني أتجول في بعض هذه المؤسسات، يقولون نحن يهمنا فقط أن تنتصر المقاومة. كانوا قبل شهادة السيد الشهيد يقولون نحن ما بهمنا بيوت ولا بهمنا مؤسساتنا ومتاجرنا، فقط يهمنا سلامة السيد. أعتقد أن عناصر النصر تكتمل من خلال وضوح الرؤية، الإيمان الصادق، من خلال البيئة الحاضنة المضحية، ومن خلال التوكل على الله في كل كبيرة وصغيرة. أستاذ نبيل، هل حزب الله متفوق حاليا بهذه العوامل؟ وأسألك عن معنويات المجاهدين في الحزب. طبعا المعنويات جدا عالية بكل صراحة. كان هناك ربما ضربات كبيرة وجهت خلال الأيام الماضية، ثلاث أو أربع ضربات، بدءا من استشهاد السيد شكر وصولا إلى ضربة البيجر، ومن ثم استشهاد الشهيد إبراهيم عقيل ومعه كوكبة من شهداء الرضوان وصولا إلى استهداف السيد الشهيد. كل هذه الاستهدافات بالفعل كنت ترى الشباب بالفعل يترقبون كل هذا الواقع ولكن بمعنويات عالية. الآن في الميدان هناك آلاف الشباب الجاهزين لشتى أنواع المواجهة، وبالفعل برهنت التجربة بأنه يمكن الرهان على هؤلاء. الآن حتى في بيروت وفي كل المناطق أعيد تنظيم الصفوف وأعيد لملمة كل الواقع التنظيمي في سبيل تحصين الواقع الداخلي، والأمور قطعت أشواطا كبيرة، وبإذن الله قريبا جدا بعد أن ملئت كل الشواغر بالذين استشهدوا ومضوا إلى ربهم راضين مرضيين، سنشهد تعيين أمينا عاما للحزب
بعد السيد الشهيد، وهو من الأشخاص الكفؤين الموثوقين الأتقياء إن شاء الله، الذي سيوصل الأمة وكل الغيارة من نصر إلى نصر بإذن الله. نعم سماحة الشيخ، أعود لحضرتك. من المفارقات أن الكل يقول بأن إمكانات المقاومة الإسلامية محدودة مقارنة بالكيان الصهيوني. من يتمتع الآن بكفاءة عالية وقدرات كبيرة مقابل من يحتاج لها ويفقدها في هذه الحرب؟ سيدي العزيز، أولا أعتقد أن المعركة مع إسرائيل تختلف عن المعارك التقليدية. أولا هناك قاعدة تحكم كل الصراع مع هذا العدو، وهو حرب الاستنزاف. اليوم هذا العدو ليس هناك أماكن فارغة أو أماكن غير مأهولة أو ليس فيها مؤسسات، ليس هناك أماكن صحراوية غير صحراء النقب، وبالتالي كل ضربة أينما وقعت فهي مؤثرة. ثانيا الرعب، معادلة الرعب التي تدخل، هذا يرتبط بالعقيدة. هؤلاء قوم يحبون الحياة ويخافون من الموت كثيرا، وهذه جزء مهم في عملية القتال والصراع ومعرفة حجم الضربات. البعض ينظر إلى أن هناك طائرة مسيرة خرجت من العراق وحدثت أضرارا خفيفة، هذا فيما يتعلق بالمنظور المادي، لكن بالمنظور المعنوي أن هذه كم خلقت رعبا في هذه المنطقة، كم أعطت رسالة أن هذه الدول أو هذه الجماعات المنتشرة في 4 دول هي كلها تصب بحممها على الكيان الغاصب. بالتالي بعض الرسائل المعنوية أبلغ بكثير من هذه المعادلة. ثم جاءت المفاجأة الكبرى في أن هذه الجبهات استطاعت أن توجد وتستعمل أسلحة عبر مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات، وأمطرت سماء فلسطين المحتلة بصواريخ متعددة من لبنان وبأكثر من نوع وبأكثر من مدى وبأكثر من فاعلية، ومن اليمن ومن العراق ومن إيران. هذا كله هو الذي يعطي عملية الرعب ومعادلة الرعب التي يخلقها. اليوم ما نشهده من صورة لنقل الجرحى هذه في الداخل، لكن سماحة الشيخ يعني تفعل فعلتها الأجواء والسماء، مو إنه الأجواء والسماء بيد في هذه الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير. منظومات اليوم عندما يسقط من هؤلاء الجنود، نعم أتحدث عن السماء والأجواء، يعني مو كل بخصوص الأجواء العراقية أتحدث، الأمور مسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة، منظومات دفاعية، حتى أجواء الشرق الأوسط بشكل عام، القواعد الأمريكية منتشرة بكل المنطقة، دول الخليج، في العراق، في أغلب دول المنطقة. سيدي العزيز، أعتقد هذا عامل يمكن أن نحوله إلى عامل ضعف وخاصر الأخوة للعدو. هذه القواعد المنتشرة هي مصالح أمريكية، هي مهددة، ولذلك نحن في اليوم الماضي واليوم قلنا أن العمليات التي حصلت على القاعدة في مطار بغداد أو في عين الأسد هي ليست لفصائل المقاومة، لأننا جزء من سياستنا في هذه المرحلة أن نبعد الأمريكان حتى لا تكون لهم ذريعة للدخول في هذه الحرب بشكل مباشر، وأعتقد أنهم هم صنعوا هذه. هذا أولا. ثانيا أن الأسلحة المتاحة لفصائل المقاومة اليوم هي مفتوحة، طالما نقول أن الحرب مفتوحة يعني كل الخيارات متاحة لنا. هناك حرب الطاقة التي غيرت المعادلة في مسألة الغاز في أوكرانيا، يمكن أن تنتقل إلى المنطقة. ليس هناك نوع وسلاح محدد للتعامل مع هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية نعم تمتلك الأجواء، هناك تراجع كبير، وهي التي فرضت على العراق أشبه بحصار تام على التسليح من أجل حماية أمن إسرائيل.
ها هو أمن إسرائيل ينهار، وما حرمت منه الحكومة العراقية من أنظمة الدفاع الجوي المتطور وغيره اليوم فصائل المقاومة واستطاعت أن تنهي هذا المبدأ وهذا الحلم الذي عاشوه هو أمن إسرائيل. فبالتالي نعتقد اليوم كلنا نتوجه للحكومة العراقية ونقول عليكم ألا تقبلوا بمنطق الضعيف، توجهوا بكل قواكم إلى إيجاد سلاح رادع لكل هذه التهديدات. لا يمكن لأن يكون السماء مستباحة والسيادة العراقية مستباحة ونحن نقف مكتوفي الأيدي، لأن مسألة الوصاية أو ما تشبه الوصاية على عقود التسليح، اذهبوا إلى الجمهورية الإسلامية وتعاقدوا فورا على اتفاقية دفاع مشترك. لماذا تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على دفاع مشترك ولم تدافع عن العراق عندما انتهكت السيادة من قبل تركيا، ولا تذهب إلى إيران وتوقع معها معاهدة دفاع مشترك؟ اذهب إلى روسيا وتعاقد معها إن لم تكن قادر على تحريك الأموال من بنك تي بي آي، ويمكن لك أن تتعامل وفقا مثلا للصادرات النفطية. كثير من الحلول التي يحتاج إلى قرار سياسي فقط من أجل أن يكون العراق قويا ولا يقبل بهذه التهديدات التي تصغره كثيرا وتصغر تاريخه. واليوم نحن، أنا أكررها دائما هذه الكلمة، الخليل الذي في فلسطين إنما سمي بهذا الاسم نسبة لأبي خليل الذي هو الجندي العراقي. اليوم نحن عندنا تاريخ مشرف في صراع هذا العدو، وهم يخشون خشية كبيرة من العراقيين، وهناك كوكبة كبيرة من الشهداء العراقيين من حرب 73 و68 وما شابه. فبالتالي نحن نحتاج إلى موقف سياسي من أجل أن يكون العراق قادر على امتلاك دفاعات جوية وأسلحة متطورة بمستوى المرحلة. أما فصائل المقاومة فلديها المزيد وقادر على خوض المرحلة أكثر مما هو الآن بإذن الله. نعم أستاذ نجاح، روايات سقوط الصواريخ سواء كانت ضربات إيرانية أو يمنية أو لبنانية أو عراقية على مواقع عامة لا تحدث الضرر، ما هي دقتها؟ وأيضا هل يمكن إحصاء هزائم الكيان الصهيوني، الخسائر الاستراتيجية أتحدث لغاية الآن؟ أولا اسمح لي شوي أعلق على ما ذكره فضيلة الشيخ في قضية الموقف المطلوب من العراق. مع كل الأسف الحكومة العراقية لا توضح الحالة الرسمية الصحيحة التي تحكم العلاقة وتصفها بين الكيان الصهيوني والعراق. وحتى في قضية دعوة سماحة الشيخ إلى اتفاق دفاع مشترك بين العراق وإيران، هذا أيضا لا يمكن تحقيقه ما لم يتم أيضا توصيف ووضع حد للحالة الراهنة بين العراق وإيران. فيما يتعلق بالعلاقة بين العراق والكيان الصهيوني، نحن في حالة حرب، وهذه في حالة حرب منذ العام 1948 وإلى يومك هذا. يعني حتى في النظام السابق والنظام اللي قبله والنظام اللي قبله، كل الأنظمة العراقية المتعاقبة، الأنظمة مو بس الحكومات، كلها ساهمت وشاركت أو تعرضت إلى حروب من هذا الكيان الصهيوني. أستاذ نجاح، شنو اللي تريده بالضبط من الحكومة الحالية أن تسوي؟ 1949. فإذا هذا يجب أن يوضح. أستاذ نجاح، العراق هو وين؟ لماذا العراق يعارض مثلا فصائل المقاومة عندما تواجه القوات الأمريكية، التي يقول وزير الدفاع يوم 13 سبتمبر، يعني بعد ما تحدثوا عن توافق لخفض القوات أو تحويل القوات أو سميها ما شئت، إجا قال قواتنا باقية لمواجهة إيران، لمواجهة وما سماها بوكلاء إيران. حتى توضح الفكرة أستاذ نجاح، إذا تسمعني بس أريد أعرف من جنابك في قضية الدفاع المشترك. أستاذ نجاح الصوت إذا واضح عندك. ليش إيران تمكنت من مساعدة ودعم سوريا في مواجهة حرب الإرهاب العالمية؟ لأن العلاقة بين العراق وسوريا، بين سوريا وإيران، علاقة جيدة، وهنالك اتفاق دفاع مشترك وتعاون دفاعي. ليش الإيرانيين لا يستطيعون أن يرسلوا جيشا إلى لبنان؟ لأنه لا توجد اتفاقية تعاون مشترك عسكري أو دفاع مشترك. احنا في العراق وإيران فقط علاقتنا منذ الحرب العراقية الإيرانية التي شنها صدام،
علاقة الحالة التي نصف بها العالم يعني الوضع الدولي يصف هذه الحالة هي اللا حرب واللا سلم، يعني وقف إطلاق النار. الحرب لم تنتهي بعد، أنت انهي الحرب، توصل إلى اتفاق سلام، بعد ذلك تعال، والتأكيد تعال وقع اتفاق دفاع مشترك أو اتفاق حتى قبل عدم اعتداء، حتى تلجم أولئك الذين يتهمون إيران بأنها تهيمن على العراق. عموما نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مسألة التوصيفات، حتى الفصائل المقاومة مثل لبنان، شوفوا في لبنان بالرغم من وجود هؤلاء المتصهينين الذين يشككون بالمقاومة وبحزب الله، هنالك ثلاثية: المقاومة، الشعب، الجيش. ومع كل بيان وزاري للحكومة، أي حكومة تتشكل تعطي الحق للمقاومة في الدفاع عن أراضيها مقابل أي اعتداءات، ومنها طبعا الاحتلال الصهيوني لمزارع شبعة وكفر شوبة. لهذا حزب الله في البداية في جبهة المساندة لغزة هو لم يذهب إلى فلسطين، لم يرسل صواريخه أو أسلحته إلى داخل الأراضي الفلسطينية، لا أرسلها إلى داخل الأراضي اللبنانية التي يحتلها الكيان الصهيوني. بعدين الكيان الصهيوني هو الذي قام بقتل مدنيين واستهداف سيارات وقتل مراسلة الميادين وصحفي وهكذا، وكان يقوم بعمليات داخل. أستاذ نجاح، قبل أن أنتقل أريدك توضح لي جزئية إذا تسمعني. موقف الفصائل يجب أن يحدد موقف الفصائل في كل بيان وزاري، حق المقاومة في الدفاع عن العراق في وجه أي اعتداء، وخصوصا أن الأمريكان هم يقولون نحن باقون ونحن قوات قتالية. أستاذ نجاح، اعترضت على الموقف الرسمي للحكومة العراقية بخصوص علاقتها مع الكيان الصهيوني، أسألك شنو اللي تريده بالضبط أنه الحكومة تسوي بالوقت الحالي؟ أنا قلت توضح، تحدد، تقول نحن في حالة حرب، وتجي تعال أنت تدرس قانونيا دولة في حالة حرب مع دولة غير لا تعترف بها، هي هذا الكيان، إحنا لا نعترف به دولة، بس أنت في حالة يعني لا، بقية المكونات راح تعترض تقول لك أنت شنو جابك بالنص. أوضح لك شوية، في الأمم المتحدة هم يعترفون بهذا الكيان، مع ملاحظة حتى هذا الاعتراف من الأمم المتحدة عندما منح الكيان الصهيوني عضوية الأمم المتحدة، منحت قانونيا بشرط إعادة اللاجئين اللي هجروا قبل 48 وبعد 48، يعني قبل 49 قبل الهدنة، وتمت الموافقة على عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة وفق قرار التقسيم 181 اللي منح هذا الكيان 53% فقط من أراضي فلسطين. فهو سوى أستاذ نجاح، أخذ يقضم ويزيد في من عدد اللاجئين ولم يعدهم. إذن أنا أسألك شنو وضع العراق وإمكاناته حتى يدخل بحالة حرب بشكل مباشر وبشكل رسمي مع هذا الكيان ويشتغل على هذا الأساس، دعم فصائل المقاومة، دعم سياسي وهكذا دواليك. جيد. أستاذ نبيل، أسألك أنه بعض وسائل الإعلام تحاول استغلال الأوضاع لبث مشاهد فقدان الثقة والهزيمة في صفوف حزب الله وفي لبنان بشكل عام بالداخل اللبناني، هل هذا صحيح على أرض الواقع أم أنها تحاول إسعاف الكيان وما يحصل من فقدان ثقة في مؤسسات الكيان الصهيوني وانهزامهم وانكسارهم من الداخل؟ يعني في كل مجتمع من المجتمعات يكون هناك فئات قد تذهب إلى مواقع وإلى مواطن تخالف فيها الإجماع وربما تمد يدها إلى الاحتلال في حال أو إلى العدو في حال ضعفت نفسيتها. البعض منهم بالطبع عملاء والبعض منهم تجندوا كجواسيس للعدو الإسرائيلي، وهناك الكثير من العملاء الذين تم ضبطهم في الأيام الأخيرة يرسلون الإشارات ويعلمون بعض البيوت ويتنقلون في الطرقات لربما إرشاد الطائرات الإسرائيلية التي قصفت المدن والقرى اللبنانية. طبعا المقاومة ماضية في مشروعها، المقاومة تعتبر بأن مشروعها بالدفاع عن الأرض وعن كرامة الإنسان هو مشروع مقدس يوازي الصلاة والصوم
وكل العبادات التي تقوم بها. طبعا نحن في لبنان معتادون على هذه الدعايات كما أنتم في العراق، يعني بالضبط. نعم. هناك أصوات ربما تكون عميلة للأمريكي وتزين بقاء الأمريكي وتؤكد هذه الفوائد. نحن لدينا أصوات تشكك بجدوى المقاومة، والبعض منها طالب برفع الرايات البيضاء منذ الأمس، وأنتم أكيد سمعتم على الحزب أن يتراجع حوالي 30-40 كيلو. البعض قالوا بأنهم أعطوا الأمريكيين ماذا يريدون، وبدأوا بتثبيت العزائم وبتثبيت الهمم في هذا المجال. بكل صراحة أقول بأن واقع المقاومة هو واقع متماسك جدا، واقع المقاومة واقع صلب، وأعتقد بأن نقيق الضفادع أبدا لن يثني المقاومة عن الاستمرار بمشروعها وبنهجها، وهي تجمع كل نقاط الأمة، نقاط القوة في الأمة للوصول على هذه. الوقت الآن ليس وقت نكء الجراحات، ربما يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل هؤلاء. علينا أن نكون حذرين بطبيعة الحال. الإمام علي عليه السلام يقول: من نام لم ينم عنه. طبعا المقاومة أخذت الدروس والعبر من كل ما جرى، كان هناك إخفاقات بأكثر من مكان، نتعلم منها الدرس، نبني على الذي حدث، وأعتقد بأن الواقعية تفترض نعم. بأن نكون صادقين مع كل أهلنا، نكون نفاتحهم بما يجري مع أخذ الحذر من كل عملاء الداخل نعم. وخفافيش الليل جي. وطبعا من يبني الأهداف الكبرى لا يكترث كثيرا إلى نقيق الضفادع. النصر حليفكم إن شاء الله، النصر حليفكم. سماحة الشيخ، أسألك: ما هي الخيارات المتاحة أمام المقاومة في العراق في حال تجرأ العدو الصهيوني على الرد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو حتى إن حاول استهداف العراق؟ فصائل المقاومة دخلت على الخط منذ أكتوبر تشرين الماضي دعم فلسطين، والآن لدعم لبنان. واليوم فصائل المقاومة تمتلك بعض الإمكانات التي لم تستعمل لحد الآن، وبالتالي أي استهداف للعراق ستكون هناك أكثر من خيار. خيار الرد هو هذا أمر محسوم ولا نقاش فيه، وهو مستمر بدون رد يعني، والفضل ما كان ابتداء كما هو في الحديث. عندنا خيارات أخرى، أن أي دولة من الدول القريبة قد تستعمل مطاراتها أو غير ذلك لمساعدة في أي ضربة جوية للعراق، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، ستكون هي هدف واضح وصريح. وكما صرح جناب الحاج أبو علاء الولائي أن الإمارات هي تعتبر موقع متقدم للكيان الصهيوني، وهي أيضا في مرمى نيران المقاومة. نحن نقول بأن كل هذه الأهداف بما في ذلك حرب الطاقة كما ذكرت ممكن أن تكون هي أهداف إذا ما استشرى هذا العدو وزاد في قتل المدنيين، وكأن حربه اليوم هو مع الأطفال والنساء. نعم. إذن سماحة الشيخ كاظم الفردوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، أشكرك جزيل الشكر. وأيضا من لندن الباحث في الشأن الإقليمي والدولي الأستاذ نجاح محمد علي، أشكرك جزيل الشكر. ومن بيروت الباحث في الشأن السياسي وشقيق الشهيد القائد محمد حسين سرور الأستاذ نبيل سرور، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم مشاهدينا. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول عمليات الوعد الصادق الثانية، نتابع.
مشاهدينا حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.